يتعاد محاكمته تاني على قتل المتظاهرين. بالظبط، قتل المتظاهرين يا جماعة جريمة القتل دي مش لها مواصفات ده قانون جنائي يعني ابيض يا اسود. انا النهارده لو ما شفتش لا معاه اداة الجريمة بالظبط، ولا احنا نقدر نسجل انه ما حدش عنده تسجيل يقول انه امر باطلاق الرصاص. بالظبط كده. اذا النهارده مع حاجه من اتنين، يا اما الساده اللي بيحاكموه ما عندهمش اي فكره ان الراجل ده اتحاكم ازاي، او ان انت بتشتغلني. بيعملوا الهاء. بالظبط. هنا بقى ارجع لثقافه الشعب. ثقافه الشعب انا ليه بقبل هذا الوضع؟ لانه المخطط الاساسي لاسقاط مصر، اولا شفنا كسر العلاقه ما بين القوات المسلحه والجيش، الهدف منه ايه؟ ان يكون القوات المسلحه والشعب ان يكون شعب بلا درع. طبعا فحاولوا يبوظوا العلاقه، وربنا حمانا في الحته دي الحمد لله. الاخطار بقى هنا فين؟ التعليم. النهارده حضرتك بتتكلمي على حوالي 82% 82 ترتيبنا على مستوى العالم في التعليم. لا احنا ما عندناش منظومه تعليم. بالظبط. حضرتك عشت في استراليا سنوات طويله، هو في دوله بتخصخص تعليمها؟ لا طبعا. او بتبيع بناء شعبها ده لجهات؟ لا. الاقي تعليم امريكاني، تعليم انجليزي. بيسمى الاستثمار طويل المدى. الدولة مش عايزة عائد على هذا التعليم إلا بعد من 20 ل 25 سنة. ده فنلندا لا تملك ما تباهي به بين الأمم غير نظام التعليم بتاعها. بالظبط. فإذا النهاردة التعليم هو المحور الثاني اللي كان هنا احنا بنتكلم على إسقاط دولة بشكل تدريجي ومخطط زي بروتوكولات حكام صهيون. مين اللي كان بينفذ؟ اللي كان بينفذ مصريين فاسدين باعوا مصر وساهموا، منهم من كان يعمل في الجهاز الإداري ومنهم من هم خارج الجهاز الإداري. بالظبط. طيب. هقول الاثنين التانيين عشان بس يبقى عندنا التعليم هو المحور الثاني. المحور الثالث هو الثقافه. النهارده الثقافه جزء منها اللغه. طبعا. النهارده الفرانكو ارب انحراف لثقافتنا، عدم القدره على قراءه القران والانجيل والتوراه. اللغه العربيه. اللغه. يبقى هنا عندي الثقافه، التاريخ. النهارده الطفل مش عارف تاريخه، يبقى هنا بوظ التعليم، العلاقه بين الجيش والشرطه، بوظ الثقافه، الجهاز الاداري، اخطر المحاور. ليه؟ لانه هنا دوله بلا إدارة، شعب بلا ثقافة، أمة بلا مستقبل، ودولة بلا درع. هنا مصر 11 فبراير هو ده بيدفعونا دفعا ل 11 فبراير جديد. فإذا النهارده ليه؟ دي المخططات. طيب اللي حصل إيه النهارده؟ إنه من 2011 2012 ومنها مخطط العبور الثاني، الدولة النهارده ببعض الأفراد تتحرك بقلب كافة المحاور اللي كانت موجهه لاسقاط مصر ان تكون محاور البناء. يبقى محاور البناء النهارده اللي بنتكلم عليها في المخطط القومي هم المحاور دي، ابني تعليم، ثقافه، جيش، شرطه. الشعب قلقان لانه لسه مش قادر يلمس ده. بالظبط. هديك مثال وساعدنا في ان احنا نقيمه علميا. رئيس الحكومه بتاعتنا هو نفسه كان جزء من قضيه القصور الرئاسيه مع جمال مبارك. بالظبط. كيف له ان يستمر في عمله؟ الشعب بيسال. وزير الاسكان بتاعنا الان بعد 30/6 في دوله 3/7 متهم في قضيتين وجزء. بالزبط. من النظام والجهاز الاداري لابراهيم سليمان اللي مصر دفعت ثمن حاجات كتير بقى مش هندخل فيها لان انا مش بحب ابص كتير على الماضي. مثال حضرتك اكيد واقع انه النهارده لم يحدث شيء، ولذلك انا هعقب على كلام حضرتك انه ثوره التصحيح اتيه والسيسي يعلمها ويتوقعها، لن تمر 2015 بدون انقلاب على هذا الوضع، لان هذه الدوله لا تحتمل انتظار اكتر من كده. انا عندي فساد متفشي في الجهاز الاداري، عندي موارد الدوله ضاعت، عندي الدين العام تعدى الناتج المحلي، احنا دوله رسميا مفلسه. وبالتالي هنا احنا بنطالب السيد محلب بحكومته ان يستقيل، وليس للقضايا، هذا محط القضاء، لكن للاداء. النهارده 3 شهور أو 4 شهور بعد المؤتمر الاقتصادي، اين الاداء؟ انا بس عايزاك تفكر الشعب المصري، وزير الاستثمار بعد مؤتمر شرم الشيخ ماذا علق عن فكرة الشباك الواحد؟ قالوا طبعا ان احنا محتاجين حوالي 18 شهر. هنا الجهاز الاداري، انا الحقيقة يعني واعتذر للسادة المشاهدين، الجهاز الاداري سيسقط مصر وسيسقط السيسي بقيادة السيد محلب، واذا استمرت هذه الحكومة اكتر من كده اعتقد انه الدولة ستسقط اقتصاديا تماما، سيكون هناك وضع اجتماعي يرثى له، واعتقد انه عباسي، اعتقد انه سياسيا وفقا للنظم الاداره، هل مقبول لرئيس الحكومه انه يستقبل ناس في مكتبه الرسمي؟ يعني تحت اعين الدوله لانه جزء من الدوله، ولما يكون الناس مش على مزاجه
يرجع مكتبه في المقاولين العرب؟ هي دي ممكن تحصل في اي دوله في العالم؟ كلام حضرتك مظبوط. هنا انا بيديني جزئيتين مهمين. الجزئيه الاولانيه انك لا تحترم موقعك وبالتالي انت مطالب انك تستقيل لانك لا تحترم موقعك. ثانيا انك انت النهارده بتعرض نفسك لشبهه الفساد والتدخل في امور لا تعنيك. ايه علاقته بالمقاولين العرب دلوقتي؟ وانا الحقيقه من ناحيه الاداء السيد محلب ليس مطالب بانه يفتتح كوبري. حضرتك النهارده مسؤول عن 92 مليون، مسؤول عن اداء اقتصاد وصل النهارده في القطاع غير الرسمي 1.2 تريليون جنيه، مسؤول عن معدلات بطاله وصلت 13.4%، بنتكلم على معدلات اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه منحدره، بنتكلم على نص الشعب، فاذا النهارده الحمل ثقيل. عايزه اسالك سؤال قبل بس لان تترنا على الهواء. وزير التنميه المحليه في مصر اتعودنا ان هو الشخص اللي بيقدم المحافظين والوزراء ويشارك في الافتاءات و و و الرجل من الصندوق القديم قولا واحدا طبعا. شئنا ام ابينا طبعا. ما له وما عليه. الرجل نفسه محاط ببعض شبهات الفساد من محافظته الام محافظه أكيد. كفر الشيخ، والناس مقدمه للنائب العام اوراق حقيقيه. أيوه. لماذا الابقاء حتى على الخيل القديم؟ ليه؟ صح. هنا اعتقد انه الرئيس السيسي لا محاله، يعني ما نقدرش دي الحقيقه يعني نحورها في الكلام. هو انا ارى انه هناك خطا للانتظار لانه الوضع لا يحتمل. الوضع في الشارع لا يحتمل. المصريين الحقيقه بقى على الحافه، فان النهارده محتاجين تحرك اسرع. السيد عادل لبيب هو الشخص اللي هو لجنته لجنه الترسيم اللي افسده مخطط اعاده ترسيم المحافظات، لان مخطط ترسيم المحافظات اللي كان مقدم 2011 2012 من اول المشير طنطاوي ده محطوط له 4 سنين، النهارده لما تعمله في 3 شهور يبقى حاجه من اتنين، يا اما انت عاوز تفسده يا اما انت ما عندكش الخبره والكفاءه. يبقى النهارده المفروض ان السيد عادل لبيب بكل اعضاء لجنه الترسيم يتم محاكمتهم على اهدار المال العام خلال 6 شهور وافساد هذا المخطط. اخر جزئيه فيما يخص القانون المدني عشان الجهاز الاداري والناس ما تقلقش. انا عندي اول جزئيه او طبقا للمخطط القومي اللي محطوط ان انا هيبقى عندي الموظف هيتم تدريبه على كافه المهارات اللي محتاجها لاداره وظيفته. ثانيا انه هيتم تقييمه لمده عام، بعد كده يحدد المرتب بشكل رسمي. فيما بعد السنه الثالثه والرابعه هيقيم تقييم دقيق، اذا حصل على تقدير ضعيف في السنتين هيتم نقله الى وظيفه ثانيه على نفس الدرجه، لا على نفس الدرجه بس بمرتب 50% خصم. حلو. اذا حصل تقدير ضعيف بدل ما يشغلوا نفسهم بقراءه الجرايد يذاكروا بالظبط كده. يبقى انا عندي النهارده 5 سنين كموظف. النهارده الجهاز الاداري محتاج انه يعمل. الحقيقه النهارده انا بعتبر ان الفساد خيانه ويقود وقادها مبارك، لانه الخيانات والمخططات الاجنبيه لاسقاط مصر كانت بقياده وتنفيذ مصريين لاسقاط هذا البلد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد مهنا استاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي، وبتمنى لكل اللي كانوا بيتابعوني ان الحلقه دي ربما اجابت على حاجات كتير كنت من امبارح بحاول الاقي لكم اجابات عليها، لكن اكيد هيكون لينا لقاءات مع دكتور عماد كتيره بعد العيد، لان احنا قدام العلم وقدام العلم كلنا لازم نشعر بالتواضع ونسمع كويس، لان اللي قلبهم على الدوله دي انحيازهم للدولة مش لشخص هم اللي هيقدروا يزقوا سفينة البلد انها تعدي، لكن لو فضلنا اسيري اشخاص اعتقد ان احنا في الخانة الخطأ. غدا يتجدد اللقاء.